انا عايز كل ملفات المنظمات اللي موجوده في ليبيا تكون على مكتبي بعد ساعه. مفهوم يا فندم؟ في واحد مصري عايش في ليبيا بقاله 4 سنين اسمه علي المصري. علي المصري سمسار. بس اتعرفك بنفسي، انا اسمي العقرب. انا الامير ابو اسعد الشرابي. بره ما بقاش امان زي الاول. هتفتح على نفسك ابواب جهنم. الحق نفسك يا عم. جهاديه ايه وتنظيمات ايه؟ انت بتقول ايه؟ ثلاث أيام هدية هتعيش فيهم حكايات ما بتنتهيش لما تشترك من أي مكان في العالم عن طريق الموقع الإلكتروني وتستخدم البرومو كود. العرض ساري لمدة يومين.